المؤتمر الصحفي هو حاجه ان احنا واحد ان احنا نعرفه على ايه هو مصدر الدروس، ايه هو الشغل، وايه الهدف منه. الحاجه الثانيه ان احنا دايما بنكون متواصلين مع حضراتكم على مدار السنه كشركه الرصد للتنميه ومكادي هايتس، نفضل دايما بنتكلم مع بعض ونشوفكم ان الشيء بيسعدنا. فاحنا حابين ان احنا دايما نحافظ على جسر التواصل ما بيننا وبينكم. احنا كرصد للتنميه ودايما علمنا مقابلات كتيره ان احنا مهتمين جدا بالفكره اللي اطلقناها من حوالي سنه او سنه شويه، وهي فكره الخدمه البنيه التحتيه للمجتمعات. زي ما احنا دايما بنقول ان احنا مش مطور بيدي بيوت شكلها حلو ولا شوارع شكلها كويس ولا بيقدم خدمه ما بعد البيع حتى بشكل كويس بس، ولكن احنا مهتمين جدا ان احنا نطور من حياه المواطن ونطور كمان في البلد. فجزء من خطتنا التطوير ازاي نقدر نساعد في تطوير البلد نفسها هو ان احنا نخلق فعاليات كبيره بتقدر تجيب لنا زخم اعلامي في مصر وبره مصر، تقدر تجيب زخم سياحي فتقدر تجيب لنا سياح، تقدر تساعد انشطه الدوله المختلفه على النمو، وده بيتماشى مع استراتيجيه الدوله نفسها في النمو الاقتصاد المصري والسياحه المصريه. وكمان هيئه تنشيط السياحه دعمها لينا، وطبعا محافظه البحر الاحمر الدعم الكبير اللي هي بتديه لنا كشركه الرصد للتنميه، مش بس مكادي كمان في الجونه، ودايما هي الداعم الرئيسي لينا في كل الانشطه اللي احنا بنعملها على مدار السنه. الديجيتال بلاتفورمز 925 ويلا كورة مشكورين جدا ليكم، وموتو كلاب ايجيبت شكرا جدا على دعمكم لينا وجودكم معانا، واخيرا فندق الاندر مكادي خليج مكادي. من 15 ل 20 حدث دولي، عندنا اكثر من 10,000 مشارك. الحدث ده هيبقى موجود كل سنه، هيبقى عشان في مصر السياحيه والرياضيه. وشرفنا ان يكون استضافه مصر حدث رياضيه كبيره زي مصر اتجرت. احنا توجهنا النهارده عرفت ان هو اول حدث بعد احداث كورونا. احنا مش اول مره، احنا عندنا بروك هاند بول كان اول حدث بعد كورونا. باظ في النهايه كل الالعاب او بطولات دوليه نفذت في مصر كاول دوله تستضيف بطولات بعد احداث كورونا. في النهايه كنت بحب بس اشكر وزاره السياحه والاتصال وهيئه السياحه ورئيس الاداره طبعا ورسم